أما اللي أفطروا فإذا كان بعضهم كان واثق بأهل العلم إنه هذا من أهل العلم وقال له افطر في يوم الثلاثاء، فهذا مش مطلوب منه إعادة لأنه أخذ بفتوى ظنه، لأنه مش هو مقلده وبيعرف إنه هذا يعني دارس شرع وإنه بفتي ماشي الحال. أما إذا هيك صلبطة لا، ما هو أصلا ما كان يعني ثابت 100% إنه مش عيد، هذا لا بده يعيد، بده يعيد اليوم إذا هيك شغلت أولاد ولدني يعني، إذا ولدني أو أخذ من الناس مش أهل العلم، أخذ من الناس مش أهل العلم وأنا ما أقول كيف بلادنا ولا بحكي على بلاد ثانية؟ أنا لا في السعودية لا في ما عليهمش إشي، صاموا 29 يوم بأخذوا الجهة الرسمية من أجل توحيد الأمة، فيش إشكال، والإثم على ابن سلمان واللي تحته، وهذول بيحملوا يعني مش قضية، مش هاي الحالة يعني، مش راح توقف على هاي، والناس مش مكلفة، خلص الجهة الرسمية أعلنت، وهي غالبية الناس على فكرة تتبع الجهة الرسمية، وهذا اللي بننصحهم فيه، وإلا بتصير فوضى، وهيكم جربتوا تمام؟ تفضل.